مبروك والله، وعملوها رجاله دي حقيقه ما شاء الله. منتخب مصر لكره اليد فرحنا، فرح مصر كره اليد، بتفرح مصر بجد، بمعنى ان احنا بقال كره اليد 30 سنه 31 سنه كمان انجازات وبطولات وتاريخ، بس البطوله دي ليها شكل مختلف، ليها مزايا خاص. البطوله دي كانت من اصعب البطولات اللي عدت على مصر في تاريخها في كره اليد. البطوله دي بتتلعب جوه ارض تونس، 13000 14000 متفرج، كل الاعلام التونسي مهتم، خاصه بعد خساره منتخب مصر الكره الطايره هنا في مصر ومكسب تونس، فخلاص البطوله عندهم وسط جمهورهم، فالموضوع مختلف. لكن قدروا رجاله مصر في كره اليد يقدروا من اول ثانيه حاطين ايديهم على المباراه، بجد تعظيم سلام ليهم، تعظيم سلام لمدربهم الاسباني جارسيا، روبرتو جارسيا باروندو، فعلا ما شاء الله عليه. الراجل من اول ثانيه، من اول دقيقه وهو حاطط ايده على المباراه، عارف مفاتيح لعبه ايه، عارف الامور ماشيه ازاي، قدر يمشي المباراه لدرجه ان المباراه وصلت 7-8 تجوان جوه المباراه. المباراه دي اول مره منتخب مصر يكسب منتخب تونس جوه ارضه. مباراه مهمه جدا، الصور دي صور معبره جدا جدا جدا. لو شفنا صور الفرقه او شفنا الماتش من اوله واللعيبه بيتعزف السلام الوطني، تعرف ان مصر بطل افريقي. دي حقيقه، جيل مختلف، جيل من اجيال كره اليد الكبيره، لان كره اليد بصراحه واحد تاني 31 سنه تاريخ كبير جدا في كره اليد. قدروا يسطروا تاريخ ويزودوا مصر البطوله السابعه. البطوله السابعه دي ما جاتش من فراغ، جت من تعب، جت من قبل كده لسه من 4-5 شهور. منتخبات مصر الشباب والناشئين ثالث العالم واول العالم. ناس هتقول هما اللي لعبوا الكبار، لا، كان في لسه شباب موجودين جوه المنتخب، موجودين بيتحضروا لبطوله العالم. الموضوع عندنا جيل يقدر يعمل حاجه في بطوله العالم اللي جايه. صدقوني الموضوع يعني لو قعدنا نتفرج عليه كتير وقعدنا نحلل امورنا هنلاقي ان فعلا الخطه اللي ماشيه لكره اليد ماشيه بخطه ثابته من 31 سنه. لكن بجد لازم كلنا نحلم مع كره اليد. السنه دي لازم نسميه كره اليد، عام كره اليد. ليه؟ هنسميه كده. بداية مكسب افريقيا. ونهاية في اول السنة الجديدة هتكون بطولة العالم عندنا. عايزين مصر كلها تتكلم عن كرة اليد، عايزين مصر كلها تدعم فريق كرة اليد. احنا عايزين نكسب بطولة عالم على ارضنا. حقنا. حق حلم مشروع لكل مصر. مع اتحاد مصر لكرة اليد بنقول له 1000 مليون مبروك برئاسة المهندس شهاب ناصر، بنبارك له ونقول له مبروك، فعلا ما شاء الله منظومة رياضية محترفة. خلينا نتكلم كلام ده حق. لازم نقول النهارده مبروك، قدروا يمشوا بالاتحاد، كسبوا 3 بطولات افريقيا ناشئين وشباب، وكمان بطوله افريقيا خارج مصر، كاس العالم، ثالث العالم واول العالم، كمان في السيدات او في الانسات برضو نفس الكلام. فالمنظومه كلها منظومه مسيره حافله بالانجازات بصراحه شديده. مبروك، مبروك لاولادنا اللي قدروا في جوه ارض تونس، جوه انا قلت قبل كده في مشادات كتيره هتحصل هناك. الحته اللي حصلت في اخر المباراه الشد ده حاجه طبيعيه جدا، مش عايزين نكبر الاحداث، بالعكس بنقول لجمهور تونس، بنقول لكل شعب تونس انت شعب شقيق، احنا مصر وتونس شعب شقيق، ما عندناش مشكله. الاحداث الصغيره دي بتعدي، لكن بيستمر العلاقه بين مصر وتونس، وعلاقه قويه جدا في الرياضه، لان هم ما شاء الله جوه افريقيا تقريبا متسيدين الرياضه مصر وتونس. فتاني بقول اخر دقيقتين في المباراه لازم نشيلهم من حساباتنا. وانا عارف ان كل شعب تونس كمان ما كانش راضي بالموضوع، وخاصه لعيبه كره اليد في تونس القدامى، وحتى لعيبه منتخب تونس راحوا هنوا منتخب مصر بعد الخساره، والناس خلاص بركت، لكن هم رايحين في طريق صعب جدا. خارجين تونس والجزائر هيروحوا التصفيات الاولمبيه، فعلا طريقهم صعب. نتمنى لهم احنا بقى كشعب مصري التوفيق. نتمنى لهم المكسب. بدل ما يكون مصر موجوده يكون مصر وتونس والجزائر يا رب، بس تونس والجزائر مشوارهم صعب. نجومنا كمان مش مكسب البطوله، الاداء الرائع الممتع اللي قدروا فعلا امبارح تحس ان هم اساتذه جوه ارض الملعب كلهم. مش عايزين نقول لعيب اكتر من التاني، كل اللعيبه اللي شاركت وكل اللعيبه كانت قاعده على دكه البدلاء وكل لعيبه كمان اللي قاعده في المدرجات كلهم عملوا امبارح ملحمه رائعه مع الاسباني المدير الفني باروندو. كمان لاعبتنا ما اكتفوش بس بكاس افريقيا،
لا، رجعوا باربع القاب شخصيه. اربع القاب شخصيه دي تنم عن منتخب افريقيا او السبعه احسن سبعه لعيبه، بناخد منهم اربع القاب. اربع القاب يكون اولهم نجمنا الكبير علي زين، يحيى الدرع، عفوا يحيى الدرع اول واحد على اليمين، خد احسن لاعب في البطوله ما شاء الله، بنبارك له بنقول له الف مليون مبروك. كمان نجمنا كبير كابتن علي زين تالت واحد من على الشمال، بياخد احسن باك ليفت في البطوله. اما الناحيه اللي فيها يحيى خالد ومحمد سند اخدناها كلها. يحيى خالد لاعبنا المحترف في المجر خد احسن باك رايت، وكمان محمد سند المحترف في فرنسا خد احسن وينج رايت. تخيلوا اربعه اساسيين جوه التشكيله احسن لعيبه، حاجه مهمه جدا، حاجه رائعه، بنبارك لهم، بنبارك لمنتخب مصر كله بقياده كابتن الفريق كابتن احمد الاحمر، بنبارك له ونقول له الف مليون مبروك. كل الفرقه بنقول لها الف مليون مبروك، منتظرينكم قريبا في طوكيو. كلامهم قال كده على السوشيال ميديا، انتظرونا في طوكيو. ليه انتظرونا في طوكيو؟ انا بقول ان الجيل ده يقدر يعمل حاجه. الجيل ده جيل مختلف في الدوافع اللي عنده. جايز الاحتراف عمل معاه زود اللعيبه، لاكثر لعيبه في الجيل ده هو المحترفين اللي سافروا الاحتراف. خلينا نروح للسوشيال ميديا ونشوف كابتن علي زين بيقول ايه. بيقول افريكان تشامبيون طوكيو ويت فور اس، زي ما قلت لكم كلهم كلهم بيوصلوا للمرحله دي، ان هم بيتكلموا استنونا، انتظرونا في طوكيو. كابتن ابراهيم المصري نجمنا الكبير ويعني احسن مدافع في افريقيا، وفعلا كان حائط الصد او حائط الدفاع القوي امبارح في مباراه امبارح. كابتن ابراهيم المصري بيحط صورته وبيرفع ايديه بكاس افريقيا. نجمنا كابتن محسن رمضان بيقول طوكيو وقلب والقصه النهايه وخلاص، الحب كله في طوكيو، ان انتوا باذن الله نقدر نعمل شغل كويس في طوكيو. نجمنا كابتن وسام منوار بيتصور بكاس افريقيا ومبسوط وفرحان وبيقول الحمد لله، فعلا الحمد لله، لان البطوله صعبه. صدقوني كلمه الحمد لله فيها كلام كتير جدا، ان هو بيقول الحمد لله دي لان فعلا هو كان حاسس وكل المنتخب حاسس بمدى قوه المعركه او قوه البطوله دي. كابتن عصام الطيار حارس المرمى بيحط صورتين، بيحط صورته بكاس افريقيا والميداليه الذهبيه، لان دي اول مره يتواجد بكاس افريقيا، وثانيا مع مدربه مدربه كابتن كريم هنداوي وكابتن محمد علي، واقفين مع بعض مبسوطين فرحانين بالتعب المجهود اللي اتعمل، وبيقول طوكيو هير وي كام، هنروح وان شاء الله باذن الله هنعمل حاجه كويسه باذن الله. اخر حاجه كمان التدعيم، مش بس لعيبه المنتخب اللي فرحانين، بالعكس نجمنا برضو كابتن هادي رفعت احد حراس المرمى الكبار في مصر بيدعمهم، بيقول لهم الف مبروك، اللهم لك الحمد، الف مبروك يا رجاله. فعلا عندك حق يا كابتن هادي، هم رجاله، وقفوا وقفه رجاله وقدروا يكسبوا بطوله افريقيا. صوره جميله، صوره معبره من حارس مرمى مصر كابتن هادي رفعت، بيبارك لهم وبيقول لهم الف مبروك. كل مصر امبارح، السوشيال ميديا امبارح كلها كانت بتتكلم على منتخب مصر امبارح، ما شاء الله الحمد لله، اللهم لك الحمد. امبارح كان يوم مصري خالص، فوز منتخب مصر في تونس، وكمان فوز النادي الاهلي على نادي النجم الساحلي الشقيق. فامبارح كان يوم جميل جدا جدا جدا، ودي صوره مهمه جدا خلينا نبص عليها. استقبال مشرف جدا، دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنه الاولمبيه، والمهندس هشام نصر جاي مع البعثه، كان متواجد هناك مع البعثه، وكمان رئيس البعثه كابتن مؤمن صفا هو كان رئيس البعثه، وكابتن عمرو فتحي عضو مجلس اداره. صوره معبره مشرفه، فرحه لعيبه مصر، فرحتنا معاهم، هيعيشونا حلم كبير. صدقوني السنه دي لازم تسمى كره اليد المصريه، علشان كل الناس تدعم. ادي اهو زي ما احنا شايفين قدامنا في الصوره، الدكتور اشرف صبحي بيدي كابتن احمد الاحمر مصحف اهداء، حاجه رائعه، حاجه مش تحت الارض، او تحت الارض، تحت ارض في الارض مطار، عفوا تحت الطياره، مستنيهم فرحان. الكلام ده حصل مع لاعبتنا وهي راجعه برده من كاس العالم، نفس الكلام، استناهم، كان موجود معاهم واستنى دكتور اشرف صبحي، كان المهندس وادي المهندس هشام حطب. دكتور اشرف صبحي اكيد كان راح السيمي فاينل، اداهم دفعه قويه جدا. دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه راح حضر مباراه السيمي فاينل اللي كانت مع الجزائر، وقعد مع اللعيبه واجتمع واداهم كلام كان مهم جدا جدا جدا
عشان يقول لهم شد حيلكم مصر كلها مستنياكم. وفعلا مصر كلها كانت مستنياهم، لان الباسكت والطايره خرجوا من الاولمبياد. لكن بجد حاجه مشرفه جدا، بنقول لهم الف مبروك، تعظيم سلام لمنتخب مصر، تعظيم سلام للاتحاد المصري لكره اليد، تعظيم سلام لكره اليد المصريه. فرحه ما بعدها فرحه، ولسه هنحلم معاكم النهارده. بما ان كل الحلقه النهارده تكون كره يد، معانا نجم كبير، صدقوني نجم كبير. النهارده الحوار هيكون حوار مختلف، حد شاهد على عصر كره اليد، لاعب، مدرب، مدير فني، وكمان رئيس جهاز، كل حاجه، كل التايتل اللي في الرياضه تقريبا اخدها. هيشرفنا النهارده بعد ما نخلص اخبارنا كابتن عاصم السعداني، احد، بص عايز اقول خبير كره اليد المصريه، لا اكتر من كده كتير، لانه فعلا التاريخ في كره اليد كابتن عاصم السعداني جزء منه جوه التاريخ ده. خلينا نروح نكمل اخبارنا ونروح لاسبانيا، بتتاهل برضو لطوكيو عن طريق التصفيات في بطوله اوروبا، بتفوز ببطوله اوروبا على التوالي لتاني سنه، بتكسب منتخب كرواتيا في النهائي قدام 17000 متفرج في السويد في ستوكهولم، 17000 متفرج بتكسبه 22-20. خلي بالكم منتخب كرواتيا من فتره ما كانش ماشي كويس، لكن قدر لينو كارفار المدير الفني رجع لهم مره ثانيه، وهو الوحيد اللي بيحقق معاهم انجازات. لكن الماتش الفاينل كان ماتش صعب عليهم، اسبانيا حكمت الامور من اول ثانيه، واسبانيا هي ليد على المباراه. بكده تأهل منتخب اسبانيا، وبكده كرواتيا تروح برضو للتصفيات الاولمبيه. كرة اليد احلى حاجه بجد، فخر ان الدكتور حسن مصطفى هو رئيس الاتحاد الدولي، احلى حاجه اتعملت ان كل البطولات القاريه بتتلعب في نفس الوقت. ده سؤال او دي حاجه مهمه جدا، ليه اتعملت كده؟ او ليه الفكره؟ الفكره ان اللعيبه المحترفين ما يقفوش مع انديتهم، اللعيبه دي مدفوع ليها فلوس، فمع انديتهم يلعبوا في الوقت وكلهم يتجمعوا يلعبوا في وقت واحد. عشان كده النهارده كمان نهائي بطوله اسيا برضه في كره اليد. الموضوع لما اتجمع كده بقى الموضوع كويس غير الاتحادات التانيه. في اتحاد بيعمل بطوله شهر يناير، وفي في اوروبا يعملوها في شهر 7 وهكذا، لكن في مصر او في افريقيا عفوا بنعمل بطولات، او في العالم لكره اليد بنعمل بطولات في وقت واحد، عشان يقدروا اللعيبه المحترفين يقدروا يسافروا يلعبوا مع منتخباتهم هم في احسن حال واحسن صحه. بنبارك لمنتخب مصر وبنقول له الف مبروك، منتظرينك في طوكيو، منتظرينك في كاس العالم في مصر، كل امنياتنا طيبه ليهم باذن الله في المرحله الجايه بكل التوفيق والنجاح. هنروح لاخبار النادي الاهلي، معانا خبرين عشان كره اليد هي الحيز الاكبر. كمان الكاميرا، كاميرا الاهلي وصلت المطار النهارده، استقبلت الفرقه واستقبلت منتخب مصر، وخدوا حديث كبير جدا في الطريق جاي الحديث، وهنعرضه برضه ان شاء الله باذن الله معاكم على الهواء النهارده. الاهلي، نرجع للاهلي، والاهلي بيهزم نادي الصيد في سوبر سيدات السله، بيفوز نادي الاهلي 71-59. مباراه للفريق ده اكيد بيمرره الكابتن علي هاشم، وبيدربوا ونادي الصيد بيدربوا الدكتور محمد حامد. هنلعب بكره مع سبورتنج. خلينا نروح لتقرير عن مباراه الاهلي والصيد وترجعوا لنا مره ثانيه. والله احنا عملنا الكوارترين الاولانيين جود جوب، الكوارتر الثالث والرابع انا مش راضي تماما، يعني كان سكور اول كوارترين كان 30 بونت بقى، فاللعيبه حست اللي هي يعني خلاص الجيم خلص، وقلنا لهم انا الفرق اللي هي بتلعب بدون هدف دي بتبقى مشكله. هنعالج الاخطاء بتاع الكوارتر الثالث والرابع، عندنا جيم مهم جدا يوم الثلاث هنا في ملعبنا مع سبورتنج قبل التوقف، فان شاء الله باذن الله نلحق نعالج الثلاث ايام الجايين دول اللي حصل في الثلاث والرابع. يعني هو طالما في اخطاء فلازم نقول، يعني مش هنخبي، يعني هم كمان الفرقه زعلانه من نفسها، الجيم 30 بونت يخلص 12 بونت في الاخر، يعني لا يعني في ويكنس معين حصل ما مش راضيين عنه طبعا. بس انا بحيي اللعيبه الثلاث لعيبه بتوع ال 18 سنه النهارده، عملوا فيري جود جوب، ايه الفقي وحبيبه وسلمى موفق، يعني لا مبسوط منهم جدا، مع اول ماتش رسمي مع الدرجه الاولى ومش خايفين ودفعوا وشاطوا، ودي حاجه كويسه طبعا. هم ثلاث لعيبه بروميسنج طبعا، لو مش بروميسنج ما كناش خدناهم الدرجه الاولى، ثلاث لعيبه بروميسنج وثلاث لعيبه بروميسنج في منتخب مصر بتاع 18 سنه اللي هيلعب بطوله افريقيا هنا،
ان شاء الله يبقوا مستقبل النادي باذن الله. يعني بنحاول ندخلهم ستيب باي ستيب كده لحد طبعا لما يبقوا نجوم طبعا في النادي الاهلي. ما اتكلمناش معاهم كتير، احنا قلنا لهم بس العبوا لعبكم اللي احنا متعودين عليه في التمرين، ما تخافوش اغلطوا ما فيش مشكله، الناس كلها بتغلط والحمد لله غلطاتهم قليله النهارده الحمد لله. هم جايين ما فيش هدف خلاص، بيلعبوا النادي الاهلي فرقه كبيره طبعا وبطل الدوري وبطل كاس والمرتبط، فهم جايين مسلمين فبيلعبوا مش خايف ومش هم، وزي ما انت شفت يعني الجيم 30 بونت 12 بونت في الاخر، يعني انا متضايق النهارده. الجيم الجاي ان شاء الله باذن الله عندنا سبورتنج، قبل التوقف ان سبورتنج رايح بطوله الشارقه، ماتش يوم الثلاثاء الساعه 6 ان شاء الله. تشغيله ماشيه فتره التاهيل كويس قوي، هتبدا تنزل من بكره ان شاء الله. هنحدد لو كنا هنحطها ماتش سبورتنج او لا لسه ما تحددش يعني. اتمنى ان هي تبقى كويسه قبل جيم سبورتنج ان شاء الله. طبعا كيو لعيبه كبيره ولعيبه من الاجانب المميزه اللي جت مصر طبعا، وظهرت طبعا بمستوى طيب وهتفرق طبعا معانا مع المجموعه اللي موجوده. طبعا هي لعيبه بروميسنج، انا على طول بتكلم معاها وبتاع، وخدي وقتك ومش مستعجلين وما فيش مشكله. يعني هي بتيجي، انا عايز اقول لك بتيجي من يعني بتشتغل ثلاث مرات في اليوم، بتشتغل ثلاث مرات في اليوم الصبح والظهر وبالليل، فهي فعلا يعني عايزه كمان يعني، وبقول لك من اللعيبه الاجانب الاهلاويه بجد يعني. فان شاء الله خير باذن الله الجيم الجاي، ان شاء الله تبقى معانا باذن الله، اتمنى اللي تبقى معانا باذن الله الجيم الجاي. الحمد لله مباراه النهارده يعني الحمد لله كانت مش من اجمد المباريات اللي هتبقى عندنا في الدوري، بس الحمد لله عدت كويس. احنا بس عندنا في المحترفه بتاعتنا مصابه، بس ان شاء الله هتنضم لينا قريب، بس الحمد لله يعني احنا كنا قدها النهارده والماتش عدى بسهوله. دلوقتي احنا بنلعب دوري التمهيدي في الدوري العام، هنقف بعد الماتش الجاي اللي هو يوم الاثنين مع سبورتنج، وبعد كده هنكمل كاس ومنطقه وبعدين نرجع نكمل الدوري تاني. الحمد لله احنا فزنا بالدوري، دي مثلا المره الخامسه او السادسه على التوالي، ان شاء الله نكمل على كده، وان شاء الله يبقى السنه دي المره الثالثه الدوري على التوالي والمره الرابعه كاس في ثلاث سنين. كابتن علي قال لنا ان احنا عملنا جود جيم، وبكره ان شاء الله عندنا راحه يعني نريح علشان عندنا مباراه قويه يوم الاثنين. طبعا هو احنا يعني بنحاول نحافظ دايما على مستوانا، وان احنا بناخد كل ماتش بماتشه، وبنحاول ان احنا ما نلعبش قد الفريق، لا احنا بنحاول ان احنا على طول نفضل في مستوانا. الفتره اللي جايه هتبقى اصعب طبعا، لان عدى بطوله واحده لسه ناقص بطولتين غير القاهره غير القاهره، فطبعا اللي جاي لسه اصعب، وكمان لسه جاي ماتشات كتير صعبه ورا بعض، فيعني لازم نستعد لها احسن من دوري مرتبط كمان. علي طبعا مبروك، ناس النهارده كانت يعني في مستواها كويس وكده، وان احنا لازم نفضل زي ما احنا ونستعد بقى تاني لماتش سبورتنج ان شاء الله. فريق السد فرقه كويسه قوي، واحنا كان لازم نشتغل على الديفنس عشان هي فرقه سريعه كمان، فنشتغل على سرعتهم ان احنا نوقفهم ونعمل ديفنس كويس. ان شاء الله نبقى في فوز مستمر ونحقق الفوز في المباراه الجايه. طبعا نتمنى لشكيله الشفاء العاجل عشان هي محترفه كويسه قوي وهتفيدنا جدا. طبعا دي بالنسبه لي فرصه كبيره قوي وشرف ليا قوي ان انا ابقى بتمرن معاهم وانزل الماتش النهارده، والحمد لله على المكسب. ان شاء الله الماتشات الجايه برده هنكسبها كلها. هو اكتر حاجه بتخليني نلعب لما نحس ان هو عنده ثقه فينا ومدينا الثقه دي مش بيحسسنا فرق ما بيننا وما بين اللعيبه اللي في الفيرست تيم، فعشان كده بننزل وبنعمل كل حاجه عندنا. يعني الايام دي بنتمرن جامد قوي فيتنس وباسكت، وعشان مش عايزين نخسر ولا ماتش في البطولتين الجايين. ما شاء الله سيدات السلة ما شاء الله عليهم، نتمنى لهم التوفيق في المرحلة اللي جاية، عندهم العزيمة قوية جدا إن شاء الله، الإصرار عشان الحفاظ على مكتسبات كل البطولات في السنة اللي فاتت. خلينا نروح لخبر تاني عن الكرة الطايرة في النادي الأهلي، وسيدات الطايرة بيستعدوا لمباراة نادي الزمالك يوم الأربعاء القادم بإذن الله في صالة هيئة قناة السويس. النادي الأهلي بيتصدر المشهد لأنه هو حامل اللقب، بيتصدر المشهد بعد 10 مباريات معاه 30 نقطة، ولكن نادي الزمالك في المركز الرابع برصيد 24 نقطة من 9 مباريات، فاز في 7 وتعادل وفاز في 9 فاز في 7 وخسر مباراتين. خلينا نروح لاخر خبر النهارده معانا، وتهنئه رئيس مجلس اداره النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب بيهنئ اتحاد كره اليد بالانجاز والوصول والفوز بالبطوله الافريقيه والتاهل والوصول الى اولمبياد طوكيو 2020. كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي وجه التهنئه للرئيس واعضاء اتحاد كره اليد وابناء اللعبه بعد فوز منتخب مصر بكاس الامم الافريقيه لكره اليد التي اقيمت في تونس، واشار الكابتن الخطيب
إلى سعادته وكل الراضيين بهذا الإنجاز الكبير الذي تحقق. وأشاد رئيس الأهلي بالأداء الرجولي للاعبي منتخب اليد الذي أسفر عن فوزهم بكأس الأمم الأفريقية وتأهلهم لأولمبياد طوكيو 2020. كل الناس فرحانة، كل الناس بتدعم فريق كرة اليد، كلنا بنقول ألف مليون مبروك. خلينا نخرج الفاصل وتقرير وترجعوا لنا عشان نستقبل ضيفنا الكبير جدا النهارده اللي معانا اللي هيتكلم على كرة اليد المصرية بصفة عامة في 31 سنة ومنهم بطولة كسبناها وهو كابتن عاصم السعدني. توج المنتخب الوطني الأول لرجال كرة اليد بقيادة مديره الفني الإسباني روبرتو غارسيا بلقب أمم إفريقيا رقم 24 التي أقيمت بالعاصمة التونسية خلال الفترة من 16 وحتى 26 من يناير الجاري، بعد الفوز على المنتخب التونسي بنتيجة 27-23. ضمن منتخبنا الوطني صعود مباشرة للأولمبياد المقبلة المقرر إقامتها صيف هذا العام باليابان بعد تتويجه باللقب القاري. حصد الفراعنة اللقب للمرة السابعة في تاريخهم بعد الفوز بست بطولات ماضية أعوام 91، 92، 2000، 2004، 2008، 2016 ليعادلوا الرقم المسجل باسم المنتخب الجزائري. نجح منتخبنا الوطني في اجتياز جميع منافسيهم بعد الفوز على كل من غينيا بنتيجة 39-22، ثم اكتساح المنتخب الكيني بنتيجة 44-19، قبل الفوز على منتخب الكونغو الديمقراطية بنتيجة 28-19 في دور المجموعات. وفي الدور الثاني فاز المنتخب المصري على نظيره الجابوني بنتيجة 36-17، ثم تخطى عقبة المنتخب الأنغولي بالفوز بنتيجة 33-26، كما فاز المنتخب الوطني على نظيره الجزائري بنتيجة 30-27 في قبل النهائي، فيما كان التتويج على حساب المنتخب التونسي بنتيجة 27-23. منتخب اليد سجل رقما مميزا بعدما نجح في الفوز على المنتخب التونسي لأول مرة في التاريخ على الأراضي التونسية، كما أن مصر رفعت رصيدها من الفوز على المنتخب التونسي لخمسة انتصارات في المباراة النهائية مقابل أربعة انتصارات لنصور قرطاج. المنتخبان التقيا من قبل في المباراة النهائية ثمان مرات، نجح كل منتخب في الفوز بأربع مواجهات فيما خسر الأخرى. فاز الفراعنة في نسخ 92، 2004، 2008، 2016، فيما حقق نسور قرطاج الفوز أعوام 79، 2006، 2010، 2018، قبل أن يتفوق زملاء أحمد الأحمر في نهائي نسخة 2020. لم تتوقف مكاسب منتخب اليد على التتويج باللقب فقط، بل حصد لاعب منتخبنا أغلب الجوائز الفردية. نجد أن يحيى الدرع توج بجائزة أفضل لاعب في البطولة، كما حقق علي زين جائزة أفضل ظهير أيسر، فيما حصد يحيى خالد جائزة أفضل ظهير أيمن، كما توج محمد سند بجائزة أفضل جناح أيمن. دشن متابع كرة اليد على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج بعنوان منتخب اليد رجالة بجد بعد الأداء المشرف الذي ظهر به منتخبنا الوطني في البطولة ونجحوا في التتويج باللقب القاري للمرة السابعة في تاريخهم. يحل الكابتن عاصم السعدني نجم النادي الأهلي وأحد أكبر نجوم كرة اليد المصرية الذي يشغل حاليا منصب المدير الرياضي للاتحاد الصيني لكرة اليد، هو منصب رفيع المستوى، إضافة إلى أنه مكتشف للكثير من لاعبي المنتخب الوطني الحالي، حيث قادهم لحصد ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط 2013 للمرة الأولى في تاريخ مصر. يحل ضيفا على ألعاب الصالات للحديث عن أسرار تتويج مصر باللقب وكيفية الحفاظ على مكتسبات كرة اليد المصرية خلال الفترة الأخيرة. طبعا
عظيم سلام مرة تانية وثالثة ورابعة لمنتخب مصر. خلوني النهاردة هقدم ضيفي الكبير بشكل مختلف، بشكل أنا أتمنى أن أنا أقدمه يعني حاجة كبيرة جدا هو بالنسبة لي. تخيلوا لما بتقعد قدام اللي علمك، واحد من النجوم الكبار اللي علموني أنا شخصيا كرة يد، أكيد الموضوع هيكون مختلف. أكيد أنا سعيد جدا جدا أن أنا قاعد قدامه النهاردة. هو مهندس، هو أحد نجوم النادي الأهلي وكابتن النادي الأهلي، كابتن منتخب مصر، مدير فني منتخب مصر حائز على بطولات، رئيس جهاز، مدير نشاط رياضي سابق في النادي الأهلي، مدير فني للاتحاد الصيني، تايتل كتيرة جدا. يا رب أكون لميت الأمور. صدقوني أنا سعيد ومبسوط جدا على شاشة الأهلي إن يكون معايا كابتن عاصم السعداني. كابتن عاصم صدقني حوار مستنيني زمان. أنا طبعا بشكرك كابتن خالد، تقديمة كبيرة جدا عليا. أنت تستاهل أكتر من كده. الله يخليك، الله يخليك. طبعا أنا سعيد جدا إن أنا بقى معاك النهاردة في مناسبة يعني بتعتبر مناسبة عيد من أعيادنا. إحنا الحمد لله كتير في ال 30 سنة أو أكتر من 30 سنة اللي فاتوا، إنما النهاردة عيد بجد، عيد بالنسبة لنا أسرة كرة اليد. فبحب بداية أهني كل أسرة، بهني مصر طبعا وبهني كل أسرة كرة اليد، بداية من المدربين بتوع الأندية، مرورا بمدربين المنتخبات، بالجهاز الفني، ونهاية بالاتحاد اللي قدر يسير بكرة اليد في اتجاه أنا شايف إن شاء الله، إن شاء الله زي ما أنت قلت في المقدمة كده، إن مصر داخلة على إن شاء الله، إن شاء الله على عصر ميداليات في الفريق الأول، إن كان في الأولمبياد أو في كأس العالم. وافتكر الكلام ده، وحتى افتكر لما كنا في التحليل بتاع كأس العالم اللي فات بالظبط معاك في قناة أخرى، قلت لحضرتك لا أنا شايف إن منتخب مصر هيوصل لبعيد جدا. حصل. فطبعا فرصة سعيدة جدا، بنبارك تاني لمصر، وإن شاء الله مستنيين من ولادنا الأكتر والأكتر بإذن الله. لو النهاردة يوم عيد، فكرة اليد هي عندها أعياد كتيرة، فالمنظومه دي ما اتبنتش من فراغ. فاكيد المنظومه النهارده شغاله في الاتجاه الحاج بتقول عليه، الاتجاه الصحيح والاتجاه السليم اللي هنروح فيها لميداليات. لكن انا عايز ارجع بالتاريخ شويه، لان حاج احد بنات التاريخ، صح كده؟ بنات التاريخ. لا 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 لا، بص حاج، حضرتك من الشخصيات اللي جوه تاريخ كره اليد اسم محفور مع مدربين، اكيد بنحترم كل المنظومه، لكن حضرتك كنت شاهد على عصر تقريبا. عايز ارجع بالتاريخ لورا شويه يا كابتن عاصم. كرة اليد راحة في اتجاه مختلف من 86 للبداية، البداية كانت شكلها ازاي؟ وايه اللي نمناه في كرة اليد وعشان نوصل للمرحلة دي في الآخر؟ أنا هقول لك كلمة واحدة تختصر الوقت كله. المفتاح هو التخطيط. المفتاح هو التخطيط. لما بدأت كرة اليد تخطط مظبوط بداية من الدكتور حسن مصطفى، طبعا اللي هو إذا كنا بنتكلم عن كرة اليد إن هي إحنا كلنا حلقات في سلسلة كرة اليد، فبالتأكيد وبلا أدنى شك إن الدكتور حسن مصطفى هو الحلقة الأقوى في سلسلة نجاحات كرة اليد على مستوى الإدارة وعلى مستوى الاتحاد الدولي بعد كده، يعني ممكن نتكلم في ده كتير. إنما المفتاح هو التخطيط والإصرار على تنفيذ ما تم تخطيطه، بغض النظر عن حاجات كتير ممكن يقابلنا مشاكل كتير، إنما لازم يبقى فيه إصرار إن أنا أنفذ ما تم تخطيطه، بالذات لما يكون التخطيط ده تخطيط سليم. الاتحادات كلها اللي مشيت نجحت بنفس المنوال، وآخرهم الاتحاد الحالي برئاسة المهندس هشام نصر، وطبعا هو أخ وزميل، طبعا زميل هندسة كمان، وزميل هندسة وزميل حاجات كتير جدا جدا، وأنا كنت كابتن منتخب مصر تمام، وهو لعيب فيه يعني الحمد لله. برضو علاء السيد رئيس لجنة الفرقة القومية، حد عنده خبرات كبيرة جدا جدا، إذا كان على مستوى اللاعب، طبعا لاعب كان لاعب من اللاعبين المميزين وكابتن منتخب مصر وشال الكاس ده في القاهرة هنا هوت. فهي استمرار لنجاحات التخطيط. فإن اتكلمنا عن المنتخب الأخير ده، لا مكاسبه كتير جدا 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 على مستوى النتائج مفيش شك، تامن عالم، أول أفريقيا، وافتكر كلامي ميدالية ان شاء الله اولمبيه، ان شاء الله ميدالية اولمبيه املنا فيها كبير جدا، وكاس العالم 2021 منتخب مصر هيبقى ليه دور او ليه هيبقى ليه كلمة. هيبقى رقم صعب جدا جدا في بطوله العالم.
طيب احنا كده التخطيط ده اسره كره اليد كلها التخطيط عندها تخطيط جيد جدا، لكن خلينا نسترجع بطولات افريقيا. يعني اول بطوله افريقيا كانت في سنه 90 في مصر مظبوط؟ 91 كانت تاهيل للاولمبياد، كانت 91 هنا في القاهره وكانت بنظام مختلف، كان يعني كانت بنظام الدوري من دور واحد واحنا لعبنا الجزائر في الافتتاح، كانت الجزائر هي البطل السابق، مش البطل السابق بس، خمس بطولات 81 83 85 87 89، ولو ان 89 احقاقا للحق 89 وكان المدير الفني كابتن جمال شمس رحمة الله عليه. احنا كنا بنلعب مع الجزائر في الجزائر وكانت فرقتنا فيها عدد كبير من اللاعبين الصغيرين ودول عملوا نتيجه كبيره جدا مع الجزائر، وكانت النتيجه دي بتنبئ ان لا مصر جايه رايحين في طريق المكسب، رايحين في طريق المكسب. الصوره دي اللي قدامي على الشاشه صوره منتخب مصر سنه 91 مظبوط 91. عايز استرجع معاك الماتشات سريعا، لكن هكلمك عن مباراه تونس، المباراة طلعت بفارق كبير جدا 10 اهداف. مباراة تونس دي مباراة من المباريات التاريخية. من المباريات التاريخية لمصر وتونس. ويمكن برضو في شبه زي ما بيقولوا ما اشبه اليوم بالبارحة. برضو المباراة دهيت كانت صعبة في الأول والشوط الأولاني لأن كان فيها بعض يعني مش عايزين نخش في تفاصيل كتير فيها، إنما كان الشوط الأولاني 7-7 أنا فاكر المباراة كويسة طبعاً. كان علاء السيد الكابتن علاء السيد كان بيلعب واتخبط في وشه وكانت في مشكلة في الشوط الأولاني فالشوط الأولاني خلص 7-7 والشوط الثاني خلص 13-3 وانتهت المباراة 20-10 مظبوط، وكانت من المباريات التاريخية ما بين مصر وتونس وتأهلنا فيها للأولمبياد. ودي كانت أول مرة برضو نتأهل للأولمبياد، كانت أول مرة نتأهل للأولمبياد. وبعد كده بدأنا نشتغل في بطولات أفريقيا 92 بعدها بسنة برضو حصل حاجة مشابهة كده وإن مصر كسبت تونس عشان إحنا في مصر وكده، فتقابلنا في المباراة النهائية في ساحل العاج وكسبنا، وكان برضو أول تأهل لمصر لكأس العالم 93 في السويد. نفس الكلام هي فعلا زي يعني هي أحداث متشابهة شوية هو في دايما الناس التاريخ بيكتب أرقام، ليه مصر 7 بطولات وليه احنا تونس مع احترام طبعا منتخب تونس شقيق وكل حاجه بنتكلم في 10 بطولات، الناس بتقول لك احنا ليه متاخرين، دايما عايزه تبقى مصر في المقدمه. لا انا هقول لك ليه بقى، لان أيوة. كويس قوي ان انت سالت السؤال ليها سبب لان الناس لازم تعرف ده. ايوه بالظبط. نظام التاهل من كاس العالم لكاس العالم في الزمان في اوائل التسعينات كان مختلف عن دلوقتي كويس، ونظام التاهل للاولمبياد كان مختلف عن دلوقتي تمام. فبدايه من كاس العالم 93 مصر خدت مكانها في كاس العالم اللي بعديه، وكاس العالم اللي بعديه خدت مكانها في الاولمبياد، فبقت مصر بتتاهل من كاس عالم لكاس عالم ومن كاس عالم لاولمبياد. مهمه جدا النقطه دي يا كابتن عاصم، بدون الحاجه للجوء لافريقيا كويس. فمصر كانت بتشارك بافريقيا عشان تعد منتخبات الشباب، فقعدنا عدد كبير جدا من البطولات بنسافر بمنتخب الشباب يمكن مطعم بلاعب او اتنين. لو احنا كان منتخبنا في الوقت ده هو استمر يشارك بقوته الكامله في بطولات افريقيا، لا العدد كان هيبقى طبعا اكبر بكتير من 7. هو ده اكتر كتير من 7 طبعا. كابتن عاصم البطولات اللي كانت مؤثره في تاريخ مصر في البطولات الافريقيه مؤثره في تاريخ مصر غير 91 و92 دي كانت البدايات، بطولات اخرى في تاريخ مصر قبل ما نوصل لاخر بطوله دي؟ يعني يمكن التاهل بتاع انجولا كان برضو كان تاهل مهم، التاهل اللي احنا فيه ده تاهل مهم لانه كان بيحط يعني حط الفرقه في المكان الصح، يعني احنا كان الناس كلها متخوفه من الارض والتحكيم والكلام ده كله، فكانت البطوله دي بطوله محوريه لان زي ما بقول لك البطوله دي حط زقت مصر على على تراك تاني خالص. ممكن نتكلم بقى في هنبدا الجزء. فيها لكن بص المؤشرات بدات في كاس العالم، مصر بتلعب تونس في كاس العالم وقدرت مصر برضو تعمل فارق كبير جدا بينها وبين عامل نفسي مهم كان لازم يتعمل عشان نوصل للمرحله اللي احنا فيها. يعني هو انا مش تحيزا لمنتخب مصر الحالي او المنتخبات السابقه لا، مصر في افريقيا في مكان اخر خالص في كره اليد طبعا. يعني مصر بتصنف مش على مستوى الرجال فقط، انا بتكلم على مستوى الشباب وعلى مستوى الناشئين، احنا في مكان اخر خالص، يعني احنا في مكان بعيد شويه عن افريقيا. يعني احنا عدينا افريقيا بمسافه بدليل النهائي، يعني النهائي امبارح يعني ما هوش معبر قوي عن فرق المستوى، فرق النتيجه مش معبر قوي عن فرق المستوى. يعني احنا فرق النتيجه كان طبعا هل ممكن في يوم من الايام نشوف بطوله افريقيا زي بطوله اوروبا؟ بصراحه
ما يتهيأليش انه في الـ في الـ في الوقت القريب ده هيحصل، لان احنا بقى لنا كتير قوي نفس التركيبه الافريقيه هي يعني احنا سيمي فاينل مصر تونس جزائر انغولا، ده احنا بقى لنا على المنوال ده فتره كبيره جدا. الدول الافريقيه اللي كانت شويه عندنا امل فيها بتوصل لمرحله معينه من التطوير وبعدين تتوقف عنده، توصل لمرحله معينه من التطوير وتتوقف عنده. فما يتهيأليش ان ده هيحصل في مش قريب. نتائج منتخب مصر داخل البطوله الافريقيه كانت نتائج مهمه جدا، وكانت المؤشرات بالاول خالص ان في فرق اكيد مستوى بينه وبين الافارقه. خلينا نستعرض معاكم مع كابتن عاصم نتائج منتخب مصر في بطوله افريقيا اللي اقيمت في تونس واللي فاز بيها منتخبنا المصري ببطوله افريقيا والتاهل الى طوكيو. يا عم مش عايز هم لسه زي ما احنا شايفين قدامنا في الصوره، مصر وغينيا 39-22، مصر وكينيا 44-19، مصر والكونغو الديمقراطيه 28-19، وكان ده دوري المجموعات. بعد كده رحنا لعبنا في دور الثمانيه مع الجابون وانجولا، ومصر كسبت الماتشين 36-17 ومع انجولا 33-26. في الدور قبل النهائي مصر بتلعب الجزائر وتفوز 30-27، ومصر في الماتش النهائي بتفوز على منتخب تونس 27-23. كابتن عاصم شفت بطوله افريقيا ازاي، بالذات ان الماتش مباراه مصر والجزائر في السيمي فاينال 30-27، واول مره منتخب الجزائر يقرب النتيجه من منتخب مصر في الفتره الاخيره؟ هو طبعا منتخب الجزائر في مباراتنا ادى اداء عالي جدا، ولكن هو ما عندوش جديد في التشكيل بتاعه لا على مستوى الافراد ولا على مستوى العمل التكتيكي او العمل الخططي. يعني هو منتخب الجزائر بالرياح بركوز نفس تقريبا التشكيله، استثناء يمكن حارس المرمى اللي هو يعني مستواه عالي شويه، انما ما اثناء المباراه ما انتش خايف من اي وقت من المباراه. يعني منتخبك مدي، لان منتخبنا الحقيقه بيلعب بمستوى عالمي، يعني عالمي اداء وامتاعا، بيلعب بمنتهى السلاسه وبمنتهى الهدوء اللي في الدنيا، ينم عن حاجات كتير جدا حصلت في التدريب في الفترات اللي فاتت، في تجانس كبير، في ثقه في النفس كبيره. عايزك تديني خلفيات الامور لما شفت منتخب مصر في حته تانية خالص، ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل جوه الملعب عشان يوصل المنتخب للشكل ده؟ لا، في تطوير على مستوى العمل الدفاعي طبعا كويس. في تطوير كبير طبعا. المدرسه الاسبانيه دلوقتي، وده برضو من حسن اختيار الاتحاد المصري لكره اليد، انه اختار المدرسه الاسبانيه واختار مدرب طبعا هو المدرب الافضل حاليا في العالم. ولو بصينا حتى حاليا بطل اوروبا اسبانيا، النهائي الافريقي اسبانيا، لاتين امريكا يعني اسبان متزعمين على في كره اليد. انا رايي ان احسن ثلاث مدارس دلوقتي في كره اليد في العالم المدرسه الاسبانيه والمدرسه الفرنسيه والمدرسه المصريه طبعا بدون شك. طب ليه هتاخدني بقى في سؤال تاني، ليه مش بنشوف زي زمان مديرين فنيين مصريين يقدروا مراحل هي مراحل. طب احنا النهارده الحاصل على المركز الثالث في بطوله العالم للشباب مدير فني مصري طارق محروس كويس، الحاصل على بطوله العالم للناشئين مدير فني مصري مجدي ابو المجد، ما دي كل ده مصريين. والمساعدين اللي موجودين الناس بروميسنج جدا، اذا كان حسين او كابتن حسين زكي والكابتن هاني الفخراني، هم بروميسنج جدا. وبرده من حسن تخطيط الاتحاد انه بيعد كوادر اذا كان على المستوى، ده مهم جدا طبعا على مستوى، لان ده حصل قبل كده لما كان كابتن جمال وكابتن الفي وانا وكابتن صفوت رحمه الله عليه دخلنا واحنا صغيرين مع فالتخطيط ماشي بشكل يعني ممتاز اكتر من ممتاز. احتراف لعيبه مصر خارج مصر يفرق، مع فرق مع الجيل ده بالتاكيد، بالتاكيد فتح باب الاحتراف، بدليل ان انت من التشكيله المثاليه الافريقيه عندك اربعه الاربعه عندهم تجربه احتراف خارجي، يعني حتى الدرع عنده تجربه احتراف خارجي طبعا، علي زين حدث ولا حرج، يحيى خالد حاجه بروميسنج جدا ومحترف بطل اوروبا في فيسبريم، والرائع محمد هشام سند اللي انا يعني سعيد سعاده كبيره جدا بمستواه، مش دلوقتي لان انا متابع مستواه في نادي في فرنسا، هو هداف الدوري الفرنسي، لا حاجه عاليه جدا. الجديد بقى ان احنا عندنا الاجنحه ابتدت تبقى ليها، يعني نشوف الاستاتستكس بتاعت امبارح هنلاقي التهديف من عندنا من الاجنحه بقى كتير جدا. عمر بكار واخد احسن لعيب في المباراه امبارح،
وهشام سند هو اللي فتح لنا المباراه بفارق كبير جدا جدا في الشوط الاولاني. في الشوط الاولاني بالظبط. فيعني المكاسب كتير، احنا مش بصدد التحليل الفني، ولكن منتخب مصر يلعب كره يد عالميه. منتخب مصر تطور كبير جدا، ونقدر نحلل ده بقى في اوقات اخرى، لكن تطور كبير جدا جدا، اللي بيه انا بقول النهارده او طمعان النهارده في ان منتخب مصر يبقى عنده ميداليه اولمبيه. وجود البديل على وجود البديل على دكه البدلاء شيء مهم في منتخب المصري، مش متواجد عند ناس كتيره بالتاكيد. والبدلاء عندنا برضو ده من حسن التخطيط، ان البدلاء عندنا السن مختلف. طبعا انا مش عايز انكر هنا دور هام جدا للايقونه بتاعت كره اليد في اللاعبين الكابتن احمد الاحمر. وجوده، مجرد وجوده في داخل الفريق وفي تشكيل الفريق وفي اوقات معينه بيفرق وبيغير حاجات كتير جدا، ده برضو من حسن التخطيط. البنش بقى بتاعنا مستوى السن في البنش عندنا مستوى يفرح طبعا طبعا، لان في لاعبين من الناشئين من منتخب الناشئين حصل على اول العالم، وفي لاعبين من منتخب الشباب حصل على ثالث العالم. فانت النهارده شايف بكره ممكن يبقى في ايه في كره اليد. بكره في كره اليد شيء مهم، لكن مسابقات المحليه بتفرز المنتخب ده ولا الاعدادي هو اللي بيفرز المنتخبات دي؟ الاثنين التكامل. ما ده التخطيط، ان انت ازاي تعمل تكامل ما بين المسابقه المحليه وتدريب المنتخبات. يمكن انت تفتكر برضو انت خدت التجربه دي زمان، ان زمان كان المنتخبات بتتجمع اوقات قصيره قبل البطولات على طول. ابتدى الاتحاد في التخطيط في بدايات التخطيط انه يعمل تدريب دائم او تدريب تراكمي للمنتخبات ويكل أسبوع على طول. كل اسبوع عشان يزيد من التجانس و و و فالاثنين ما تقدرش تقول لا المسابقه المحليه لوحدها ولا الاحتكاك الدولي لوحده. لازم التكامل والتخطيط، لان الاثنين يخدموا المنتخب. هو ده النتيجه بتاعته اللي احنا شايفينها، ده اللي احنا شايفينه كويس جدا. لكن دايما حضرتك كلامك بتتكلم على التخطيط، والتخطيط ده شيء مهم. لو اتكلمنا على التخطيط بصفه عامه في الرياضه، ده شيء مهم جدا، محتاجين نعرف حضرتك التخطيط في الرياضه، ان ازاي الناس تخطط للرياضه المنظومه لفريق لمنتخب. التخطيط، لان عارف حضرتك عندك خبرات كتيره جدا في الموضوع. زي ما قلت لك، هو المفتاح، مفتاح النجاح مش في الرياضه بس، في اي حاجه في الدنيا. كويس. التخطيط. كويس. التخطيط، وانك تحط خطط طويله المدى ومتوسطه المدى وقصيره المدى، وتبقى الخطط دهيت ليها اوبجيكتيف، ليها اهداف. وتقدر على مدار الخطه او على الـ وانت بتنفذ الخطه دي، يبقى عندك القدره من خلال خبراتك اللي انت بتستعين بيها، ان انت ازاي لما يحصل حاجه ازاي تعمل ابديتنج للبرنامج بتاعك وهكذا. فالتخطيط حاجه مهمه جدا جدا. انا بقول ان هو جزء من الهندسه، زي ما نكون بنصمم مبنى مثلا او كويس. حاجه انت بتبتدي تنفذ ولا بتبتدي تصمم الاول؟ بتصمم الاول. فانت في التصميم، في مرحله التصميم، انت بتجيب من الاخر خالص وترجع، وبعدين لما تبتدي تنفذ تبتدي من الاول وتطلع. ف عمليه التخطيط لاي شيء مش لسه عمليه في منتهى الاهميه. وكل ما كان اللي بيخطط له خبرات في المجال، فشايف حاجات الاخرين ما يقدروش يشوفوها. زي ما كنا بنتكلم مثلا دلوقتي على منتخب مصر حاليا وقبل كده نفس كويس. الكلام، لان احنا بنكرر التجارب وبنكرر التجارب الناجحه يعني. اللي بيخطط النهارده شايف كاس العالم 2021 كويس، لكن مش شايف البطوله دي بس. كويس. تشوف ده من الدكه، تشوف ده من البنش الاحتياطي. ان المخطط في الاتحاد المصري لكره اليد شايف 2021، مش شايف البطوله الافريقيه، وشايف 2023 كمان، وشايف 2025. فده السر. وجود علاء السيد اعتقد هو حد ناجح جدا، مهندس، وجوده دور مهم، لان هو المخطط الاساسي للاتحاد المصري. طبعا طبعا، وصاحب تجربه، عنده تجربه معانا من لاعب وكابتن فريق، وبعدين مدير فريق لفتره كبيره، وبعدين طبعا منصبه دلوقتي في الاتحاد الدولي كعضو لجنه مسابقات اضاف لي خبرات كبيره جدا جدا. فطبعا يعني انت شايف مرتاح. يعني انا النهارده لما اقعد ابص على منتخبات مصر، لا انا قاعد مرتاح. بالعكس، انا لما بخرج بره
بيبقى حديثي عن تجربة مصر. وبتكلم زي ما بيقولوا ايه يعني، بتكلم وانا يعني بافتخار طبعا بتجربة بلدي وبتجربة اتحاد بلدي وبتجربة لعبة بلدي. امبارح شفنا المباراة ما اتفرجناش عليها، واتفرجنا كلها عليها على الانترنت، واتفرجنا عليها على قناة مغربية. مع كل الانجازات العظيمة اللي بتحصل دي مفيش قناة بتنقل. هل هي المشكلة من الاتحاد الافريقي؟ ولا المشكلة من المسؤول عن التسويق؟ ولا التسويق الرياضي في كرة اليد شكله ازاي؟ يعني انا مش عايز اخش كتير في الموضوع ده، لكن انا حزين جدا جدا زي ناس كتير جدا، زي معظم الجمهور. انا كجمهور بقى طبعا، مش كمدرب او كجمهور، حزين جدا جدا ان حدث زي ده هوت ما يبقاش تلفزيون بلدي بينقله. زعلان يعني؟ طبعا طبعا. حزين جدا جدا ان انا بقى بلجأ لقناة هنا او قناة هنا، مع طبعا انهم اخوانا يعني اخواننا وكل حاجة طبعا، وناس لينا بيهم علاقات كويسة جدا جدا. انما لا، احنا اولى بان احنا ننجم ولادنا، احنا اولى بان احنا نزيع انجازاتنا. فده يعني انا ما عنديش تفسير كبير دي، انما اللي عندي هو يعني زي ما يقولوا غصة من غصة. طبعا هكلمك بصراحة شديدة، الشركة الرائعة كانت طالبة فلوس كتيرة جدا على الموضوع. مش الاتحاد الافريقي برضو كان لازم يتواصل مع ناس ويخف في السنة عشان كلها تزيع؟ لا انا ما اعرفش التفاصيل. التفاصيل يمكن انت التفاصيل عندك اكتر، انما انا عندي النتيجة النهاية ان انا مش قادر اتفرج على منتخب بلدي الافضل والاحسن والاقدر بكل حاجه. طبعا التسويق في الالعاب الجماعيه بيختلف عن التسويق في كره القدم. التسويق في كره القدم مشي في اتجاه كتير، رايح حكي في التسويق الرياضي بالنسبه للالعاب الجماعيه وافكار ناس تاخد منها فلوس وتكسب، والالعاب الجماعيه تبقى توصل تتباع زي كره القدم مثلا. احنا محتاجين كتير من الافكار. كويس. كتير جدا جدا من الافكار، مش اعتمادا على الاكاديميات بس. لكن انا يعني بعتقد ان كل ما كان في ربط بالعالم كل ما هيبقى عندنا قدره على التسويق بشكل افضل. كويس. يعني زي ما نقول مثلا ايه، احنا في ربط ما بين الانديه المصريه وانديه اوروبيه مثلا على سبيل المثال. كويس. وفي تبادل للخبرات وتبادل للاعبين. كويس. هتبتدي العمليه تمشي شويه شويه. بس طول ما انا داخل هنا محلي الاهتمام طبعا كره القدم على عيننا وعلى راسنا، وهي اللعبه الشعبيه الاولى في العالم كله، مش في مصر بس. ولكن محليا طول ما احنا محصورين محليا ومعتمدين على اللي هيدي الفلوس للعبه، ومش هتقدر تمول نفسك. لازم عشان تمول نفسك لازم تخرج بره شويه، لازم يبقى عندك ارتباط بانديه كتير في العالم، وتقدر تسوق بقى لعيبة وتسوق معسكرات. يعني في أفكار كتير جدا جدا لازم الأندية تبتدي بيها، يعني لازم الأندية هي اللي تبتدي بيها. يعني رأيك الأندية تخف شوية عن كاهل الميزانية بتاعت النادي ككرة قدم أو كنادي، فتبتدي تفكر بره الصندوق، هتبتدي تعمل بروتوكول مع أندية خارجية، لعيبة تبتدي تعار لبره، ولا ايه بالظبط؟ تقدر تعمل بروتوكولات مع أندية خارجية، تقدر تعمل. انا عايز اخد منك بصراحة تنظيم يعني عايزين ندي الناس تكسب من غير فلوس، يعني تكسب، لان انا عارف ان انا قدامي قامة كبيرة جدا. الله يخليك. قامة كبيرة جدا، فاكيد عايزين ندي خبرة حضرتك للناس عشان بس يبتدي يستوعب الامور شكلها ازاي. هو لازم كل لعبة تبتدي تفكر في نفسها. كويس. لان احنا استثناء الأندية الكبيرة قدامنا عدد مش كبير من السنين، كل ما هيخف التمويل على الالعاب دهيت الالعاب دي هتتاثر تاثر كبير. ففي زي ما بقول لك افكار كتير، منها ان احنا يبقى في زي جوينت فينشر بيننا وبين انديه خارجيه، والانديه دهيت عندها خبرات في تسويق اللاعبين وحاجات زي تنظيم المعسكرات للفرق. احنا عندنا قدره، عندنا دلوقتي المنشات الرياضيه في مصر منشآت كبيرة جدا جدا وعظيمة جدا، نقدر نستقطب زي ما دبي دلوقتي بتعمل، الفرق الأوروبية بتروح تعسكر في دبي في فترات. ففي أفكار كتير، بس يعني عايزة وقت أكتر. وفي مشاريع موجودة فعلا للتنفيذ لده. بس الأندية لازم تاخد المبادرة بده.
لازم يبقى في جرأة. دور الأندية مش دور الاتحاد. دور الأندية رقم واحد. دور الأندية دور الأندية رقم واحد. دور الأندية الاتحاد بيوفر المناخ وبيدي الموافقات والحاجات ده، إنما الأندية لازم تبتدي تشتغل، والألعاب داخل الأندية لازم تشتغل. ولازم يبقى في خطة. النهاردة أنا النهاردة أنا باخد من النادي، أنا كلاعب باخد من النادي 50 مليون. إيه برنامج إن أنا السنة الجاية أخد 25 بس؟ وايه برنامجي ان انا بعد سنتين اخده؟ وايه برنامجي ان انا امتى ابقى كيت مع النادي؟ اما ما باخدش فلوس مع النادي، او امتى ادخل كمان فلوس للنادي؟ دي مهمه جدا. والمرحله اللي بعديها امتى ادخل فلوس للنادي؟ مش هسيب معاك كلمه النهارده. قلت لي البنيه التحتيه او البنيه الرياضيه عندنا في مصر كويسه. كان عندك خبره سنه كامله، حضرتك اشتغلت مدير فني او مدير رياضي عفوا في الاتحاد الصيني لكره اليد، واتكلمت معاك صراحه في قاعده جلسه كده وديه بيني وبينك، وقلت لي الموضوع اختلف في العالم، الصين راح في حته تانية في الرياضه. عايز اشوف التجربه دي شكلها ازاي يا كابتن عاصم، عايزك حاجه توضحها لي اكتر شويه. هو الصين نظام مختلف. يعني الصين نظام مختلف حتى عن اوروبا وعن وبالطبيعي عندنا، لان احنا بنتبع شويه النظام الاوروبي، نظام الانديه والحاجه دي. الصين عندهم النظام بتاع الرياضه او النظام الهرمي للرياضه مختلف. هم عندهم المدارس الرياضيه، وعندهم الانتقاء من المدارس الرياضيه، وعندهم فرق المحافظات، كل محافظه بيبقى ليها البادجت الرياضيه بتاعتها وليها الكوتا بتاعتها وبتتعامل. هو انا اسف مش هقطع اكيد، لكن الصوره اللي قدامنا دي حضرتك بتشرح لي اعتقد بعض الدارسين حاجه معينه، يا ريت بس حضرتك توضح لي الصوره دي كانت ايه او الفيديو ده كان ايه. ده باختصار كده زي ما حضرتك شايف فيلدز اوف ذا بروجكت، ده المشروع بتاع الاتحاد الدولي في الصين. مشروع نيو ماركتس بروجكت ان تشاينا، ده مشروع كبير جدا كويس. جدا انا اللي كنت بديره الفتره اللي فاتت دهات بالتوجيه من الاتحاد الدولي. المشروع ده ليه اربع اتجاهات. ده التخطيط بتاعي انا مع يعني ده التخطيط ده شغل انا مع الاتحاد الصيني. كويس. المشروع ده باختصار جدا ليه اربع محاور، ليه اربع فيلدز، يعني اربع اتجاهات. كويس. الاتجاه الاولاني اللي هو الترويج للعبه، الاتجاه الثاني اللي هو المنتخبات القوميه، الاتجاه الثالث اللي هو الدوري المحلي وتطوير المسابقات المحليه، والاتجاه الرابع والاخير اللي هو تطوير المدربين. تطوير المدربين وعمل أهم نظام المنظومة. بالظبط. وعمل نظام جديد للمدربين، وربط النظام ده زي ما هنرجع تاني بقى للربط بالمستوى العالمي. ربط النظام ده بنظام الاتحاد الدولي في اعطاء الرخص. تعرف دلوقتي الاتحاد الدولي بيعمل رخص A و B و C و D. فاحنا ابتدينا في الصين السنه دي، عملنا اول دراسه للرخصه سي في الصين، كان فيها اكتر من 82 دارس. وبعد كده عملنا دراسه اخرى بيسموهم توب كوتشز، بس اخترنا المجموعه الصغيره، ودي اللي ابتدينا او الفيز الاولانيه. بالظبط دي اول فيز. اول فيز. هرجعك تاني لمنشات الصين، وقلت لي الموضوع تطور بشكل مختلف. الصين طبعا عندهم بنيه تحتيه. الدوله نظمت دوره اولمبيه، دوله متقدمة تكنولوجيا بشكل، طبعا مش انا اللي هتكلم عليه. دولة فيها 1.3 مليار نسمة. عندهم بنية تحتية في الرياضة جبارة، بنية تحتية جبارة، مش على مستوى قوية. كلمة جبارة دي جدا 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 احفظها، لان انا لفيت الصين، يعني خدت انت عارف الصين الجزء الشرقي. الجزء الشرقي بالظبط. الجزء الشرقي من الصين هو اللي فيه الاكتيفيتيز كلها، او فيه لو حتى خريطه كره اليد موجوده في الجزء الشرقي كله من فوق لغايه تحت. الجزء الشرقي ده بيمثل 35% من مساحه الصين، وعليه 94% من السكان. 35% على 94% على 94% بالظبط كده. 94% من السكان في تارجت الحته دي. فاحنا الجزء ده في بنيه تحتيه للرياضه. هتلاقيهم منظمين دوره العاب شتويه جايه، دوره العاب اولمبيه شتويه، منظمين دوره اسيا، بينظموا ايفنتس كبيره جدا جدا. من ضمن النظام اللي هم عاملينه مثلا، وده نظام خاص بالصين، هم بيعملوا زي دوره اولمبيه كل اربع سنين داخليه. ما عندهم مليون خط راس. دوره اولمبيه اللي تحت 18 سنه او لمرحله الجونيور، ودوره للسينيور، ودي اللي بيتم منها اختيار اللاعبين المنتخبات. نقدر نعمل ده في مصر ولا ما نقدرش نعمل ده في مصر؟ لا صراحة. احنا نقدر نعمل اي حاجه في مصر، بس هو النظام مختلف. احنا عندنا
نظام الانتقاء من انديه يعني عندنا نظام طريق تاني للانتقاء بتاع اللاعبين. دخلتني في انتقاء اللاعبين دايما وابدا انا ولي امر قاعد ابني بيختار بقول لا ده المدرب ده بينقي ده المدرب ده مش مظبوط عشان اي كان الهدف، لكن انا عايز اعرف اسلوب انتقاء اللاعبين، توجيه اللاعبين ناحيه كره اليد او كره السله او كره الطايره في الالعاب الجماعيه بصفه عامه، التوجيه بيكون شكله ازاي يا كابتن عاصم؟ هو طبعا دلوقتي في مدارس، في مدارس ان هو في مرحله سنيه معينه بيعملوا زي المدرسه الشامله او لا الولد بيمارس كل الرياضات ومن خلال بقى مجموعه قياسات اذا كانت قياسات شكليه او مورفولوجي وقياسات بدنيه وبعض القياسات النفسيه ده بيبقى مناسب للعبه دي وده بيبقى مناسب للعبه دي، لان كل لعبه ليها مسطره او ليها يعني زي بيقولوا ليها بطاريه او مسطره بتاعتها البطاريه المساويه. على فكره الاتحاد المصري عمل المشروع ده من زمان قوي، عمل مشروع العمالقه ده من زمان جدا وليه دلوقتي يعني حاجه سابقين كره اليد سابقه كره اليد سابقه. انا قلت لك المفتاح هو التخطيط، تمام، فده احنا سابقين في المجال ده بقى لنا زمن كبير. فالخصائص ده هي اللي بتوجه اللاعب للاتجاه ده، ده كره سله، ده كره يد، ده كره طائره، ده سباحه، ده جري، ده وهكذا. كابتن عاصم ليه مش بنشوف ده في مصر بصراحه؟ يعني هو موجود بس يعني على نطاق يعني مش كبير. موجود مش على نطاق كبير. ليه كل واحد انا كولي امر اقول له انا عشان لعيب هاندبول فلاعب ابني هاندبول، حضرتك لعيب باسكت لعب ابنك باسكت، ليه مش بنسيب الناس نعمل المساطر دي ونشتغل مظبوط عشان الرياضه بقت علم ما بقتش هي ثقافه كدا. هي ثقافه يعني دلوقتي زي ما بقول لك برضو ابتدينا احنا في في مجهودات في هذا الاتجاه في انديه كتير في مصر وفي اماكن كتير جدا في مصر في الاتجاهات التوجيه الرياضي او ان يبقى في مرحله كده فيها انتقاء او فيها اختيار. طبعا طبعا موجود موجود بس مش بنطاق كبير، انما اتحاد اليد برضو تاني هرجع واقول كان سباق في هذا المجال بانه بيعمل مشاريع اللي هو بينتقي اللاعبين ما بيستناش اللعيبه تجيله، لا هو بيروح ينتقي اللاعبين وعنده دلوقتي بقى مشاريع قوميه من سنه من فتره كبيره يعني وبيخرج من المشاريع القوميه دهيت لاعبين. انتقاء اللاعبين ده شيء مهم جدا، لكن اللي انت تسبق عصرك بزمن كبير وتتكلم في موضوع اتعمل السنه دي ده شيء مهم جدا. وزاره التربيه والتعليم هي وزاره الشباب والرياضه عملوا مشروع كبير جدا مع اتحاد كره اليد او الاتحاد الدولي لكره اليد عن مشروع المليون لاعب في المدارس. تعالوا نخرج لحديث مهم جدا لكابتن عاصم السعداني من 18 سنه نشوف قال ايه عشان نتكلم معاه، هو كان سابق الموضوع. حضرتك اتكلمت في الموضوع ده من 18 سنه ان احنا عايزين نعمل رياضه، انا هعرضه حالا دلوقتي، بس عايزين نعمل رياضه بشكل مختلف ونخلي كره اليد بشكل مختلف. راي حضرتك ايه؟ راي حضرتك ايه في اللي حصل مع وزاره التربيه والتعليم ووزاره الشباب والرياضه في مشروع المليون لاعب مع الاتحاد الدولي؟ اما حاجه رائعه رائعه، لان مشروع برضو ده من المشاريع اللي بتحسب للدكتور حسن مصطفى، والمشاريع كتير في الاتحاد الدولي اللي بتحسب للدكتور حسن مصطفى اللي هو مشروع الهاند بول ات سكول. هو ده هو ده مشروع هاند بول ات سكول ده دلوقتي في موجود في دول كتير من العالم والصين اتعمل اتنين في يعني اتعمل مرحلتين لغايه دلوقتي في الصين للمشروع بتاع الهاند بول ات سكول. فده مشروع رائع. ان أهدافه هو اهدافه يا كابتن عاصم؟ اهدافه اهداف كتير. اولا في هدف ترويج للعبه ونشر اللعبه واكتشاف المواهب من مراحل يعني بدري شويه يعني بنتكلم على 7 سنين وثمان سنين وتسع سنين وعلى قاعده اكبر اللي هي قاعده المدارس ومش بواسطه المدربين فقط ولكن بواسطه مدرسين التربيه البدنيه. فده مشروع موجود في دول كتير في العالم، انا في الصين حضرت فيز منه. حاجه مشروع رائع وهتبقى ليه نتائج على قاعده اللعبه في مصر في السنين الجايه. هسألك سؤال بجد، هل ممكن كرة اليد تنقل وتطلع فوق كرة القدم في يوم من الأيام في العالم بكل المشاريع اللي بتتعمل في العالم دي ولا لأ؟ بصراحة أتمنى بس صعب. لأن كرة القدم طاغية. ليه؟ يعني قول لي بس يعني أكيد كلنا بنحب كرة القدم، قول لي ليه برضو أنت برضو حاجة؟ أنا ما عندي يعني ما عنديش تفسير، لأن كرة القدم لعبة لعبة شارع يعني لعبة شعبية جارفة في العالم، فكرة القدم خليها على جنب. طب يعني في التسعينات كانت الناس بتلعب هاندبول في الشوارع.
ما استخدمناش للمرحله دي. بس مش زي الكره، لا الكره الكره يعني زي ما بيقولوا هي خلي الكره، بلاش نتكلم على الكره خالص لان الكره مش بايدينا احنا، الكره ده في العالم كله. هي اللعبه الساحره الاولى في العالم، واخده دماغ الناس كلها في العالم يعني. فاحنا خلينا نتكلم فيما بعد كره القدم، يعني ان احنا نبقى بنتحدث بقى على الالعاب الاخرى. على الالعاب الاخرى يعني انت شايف من وجهه نظر حضرتك ان الالعاب الاخرى دي مستحيل تاخد في مصر بصفه عامه او بصفه خاصه عفوا تاخد مكان كره القدم؟ مستحيل. ولا في العالم حتى. ولا في العالم، ولا في العالم. هتلاقيها في دول بقى، بس يعني في امريكا واخده، هتلاقيها في دول ما فيهاش كره قدم. يعني هتلاقيها موجوده في دول ما فيهاش كره قدم. يعني مثلا زي امريكا مثلا. امريكا كره القدم فيها ما هياش اللعبه الاولى، لان لما تسال الناس في الشارع ما في ناس كتير ما يعرفوش كره القدم، يفتكروا كره القدم دي اللي هي الامريكان فوتبول. ودي لعبه تانية خالص غير السكر، غير كره القدم، غير كره القدم خالص. طبعا تطور التكنولوجي مهم جدا في الرياضه، تطورات كبيره جدا بتحصل، فار في كره القدم، فيديو في الطايره، في الفار في الهاندبول، الموضوع اختلف. التطور التكنولوجي شايفه ازاي يا كابتن عاصم؟ هو في خدمه في خدمه اللعبه، وفي خدمه اللعيبه، وفي خدمه الاداء بتاع اللعيبه، وفي خدمه الانتشار بتاع اللعبه. حاجه طبعا رائعه، يعني حاجه رائعه، ولكن لازم يبقى في شويه تقنين فيها في السنوات القادمه. يعني مثلا لما نشوف تقنيه الفار دلوقتي لما دخلت في بلاد حصل فيها مشاكل اكتر من محل أول. مشاكل يعني عمل مشاكل اكتر من محل مشاكل. لكن الجزء التكنولوجي بقى الهام اللي هو يخص الالعاب نفسها. يعني اللي يخص مثلا اصابات الملاعب. كويس. مثلا على سبيل المثال هروح لاصابات الملاعب، بس انا عايز اخد منك حاجه زي ما انت 18 قلت كلام وهطلعه دلوقتي حالا قدام الناس. عايز اخد منك حاجه في التكنولوجيا، شايف تحلم ازاي في التكنولوجيا في كره اليد؟ توصل فين؟ عايزه توصل ازاي؟ لا انا ما احلمش كتير انا عايز كره اليد زي ما هي كده حلوه و... يعني طبعا دخل دلوقتي الفيديو حكم الفيديو ابتدى يخش في تطوير شويه في عمليه التايم اوت. دلوقتي التايم اوت بقى غير زمان شويه، الحاجات دي لطيفه. لا لا لا، عايز اخد منك كلمه للتاريخ بجد يا كابتن عاصم والله. عايز تشوف كره اليد فين في التكنولوجيا في الاخر؟ التكنولوجيا النهارده بتشوف الكرة بتخش او بتعدي خط الاوت، ممكن يعني عايزها فين؟ الحكم يبقى حكم في الاخر شكله ازاي؟ لا ده انا عايز اخف، ده انا نفسي ان الحمل يخف شويه على الحكمين اللي في الملعب، لان فعلا. اللعبه دلوقتي بقت سريعه جدا فطبعا الحكم الفيديو هيساعد شويه بالاضافه لان في عدد كبير من المساعدين. وبرده بالصدفه دي او بالمناسبه يعني زمان برضو دي من الحاجات اللي طورها الدكتور حسن مصطفى ان الحكم دلوقتي ما معهوش ورقه، كان زمان الحكم معاه ورقه بيسجل فيها كل حاجه. دلوقتي الحكم من كتر الاحداث خلوه يبص بس على الملعب بس واللي بره كله هم واللي بره بقى المسجل والميقاتي والديليجيتس الشمال واليمين والاوفيشال هم اللي بيراقبوا كل الحاجات، النتيجه والوقت والاحداث خارج الملعب والاحداث الاخرى يعني. فعلى مستوى التحكيم انا نفسي على مستوى التحكيم شويه يبقى في مساعده للحكام، يعني ليه لا يبقى في مثلا حكم ثالث او حكم. والله اخذت السؤال، هل تحب ان يكون في حكم ثالث او رابع جوه ارض الملعب؟ والله ولا كفايه اثنين؟ لا ثلاثه هيبقى افضل. ثلاثه طبعا، واحد يقف في نص الملعب ويغيره عشان ما يحصلش انهاج ورايحين جايين بعدها. نسبه الجري هتقل جدا فالصفاء الذهني او اللياقه الذهنيه هتبقى متواجده لان ما فيش تعب، فهيدوا قرارات بشكل بيتهيألي كده. طيب احنا بس الفيديو ده مهم جدا، فيديو كابتن عاصم استعداني يتكلم من 18 سنه داخل صاله النادي الاهلي، قال كلام مهم، خلينا نسمعه ونرجع نساله هو سبق عصره ازاي. انما بصفة عامة احنا الولاد عندنا بصفة عامة يعني انا مش متحيز للعبة كرة اليد، وانما اللي اثبتته 13 سنة اللي فاتوا ان مصر في حاجة في كرة اليد مميزة بيها. فانا بقول ان احنا ولادنا شبابنا الاطفال المصريين تالنتد موهوبين بلعبة كرة اليد. يعني انا حتى كنت في وقت من الاوقات كنت بطالب ان لعبة كرة اليد تبقى لعبة قومية، يعني تبقى مشروع قومي. ودلوقتي بقى في مشاريع، يعني بقى لها كذا سنه في مشاريع للعبه في كره اليد. احنا ولادنا بالتاكيد انا صدقوني
سعيد بالكلام ده، لان الكلام ده كابتن عاصم قاله في صاله النادي الاهلي، هو ابن النادي الاهلي فداخل صاله النادي قال الكلام ده، قال ان احنا عايزين يبقى الهاندبول مشروع قومي اللي هو اتعمل بعد 18 سنه. سابع عصرك؟ لا ولا ابدا، ده كان راي ناس كتير على فكره، مش راي انا بس يعني، ده كان راي ناس كتير، يمكن انا كان ليا الحظ ان انا اطلع قدام الشاشه اقوله، انما هو كان راي ناس كتير. احنا فعلا فعلا ولادنا موهوبين كره يد، احنا فعلا ناس موهوبه بكره اليد، زي ما بنتكلم على بعض الدول، امريكا بسكت، بلغاريا مثلا، دول في الربعين والكلام ده، ناس موهوبة ببنيتهم البدنية وبنيتهم الذهنية وتشكيلهم موهوبين باللعبة دي. بتوع أثيوبيا في ناس منهم بحكم طبيعة بحكم الجغرافيا هم موهوبين بالمسافات الطويلة عشان هكذا. احنا ولادنا او ده اللي انا كنت شايفه وكان كتير من الناس شايفينه، ان احنا ولادنا موهوبين بلعبه كره اليد، احنا ممكن نبقى سوق كبير جدا لكره اليد. وهنرجع لده، هترجعك للتسويق، لا احنا ممكن نبقى سوق لكره اليد كبير جدا، ممكن يبقى عندنا بدل نصدر لعيبه، ممكن يبقى عندك مئات المحترفين بره. هل ممكن نوصل لالمانيا مليون و2 مليون والقصص دي كلها لعيبه ولا ليه لا؟ ليه لا؟ ليه لا؟ احنا عندنا قدرة على يعني عندنا اللعيبة، الناس بتشوف ده، واحنا كبتوع كرة يد شايفين ده. لما تشوف الفلوس برضه قال يا كابتن عاصم، يعني برضه يعني براك الشباب والفلوس برضه قال، ما كل الناس برضه عايزة فلوس يعني. ما انت النهارده لما تخش في سوق الاحتراف يبقى عندك عدد كبير من اللاعبين المحترفين، يعني بدل ما تستورد لاعبين تبقى بتصدر لاعبين. لا ده في إمكانية كبيرة جدا ليه في مصر. هل ممكن مصر في الرياضة مشجع الأندية تطلع طلع لعيبة مش في الهاندبول بس، في كل الألعاب، تتكلم على الرياضة بصفة طلع عامة، لعيبة من مراحل سنية صغيرة ولا تبالغ في مبالغهم، ساعدهم وهيساعدوك وخد حقوقك والدنيا تتحرك بهذا الشكل، يحركوا الدنيا شوية. طبعا كلمتني على الإصابات وقلت لي الإصابات اختلفت في العالم، أنا بس قطعت السؤال مع كلام مع حضرتك، الإصابات اختلفت، شكل الإصابة بدأ الناس تعرف برضه بالتكنولوجيا، الموضوع اختلف فين في الإصابات يا كابتن عاصم؟ هو طبعا الإصابة دي حاجة لعينة جدا جدا جدا، وإذا كنا بنتكلم على عملية التدريب فالهدف الرئيسي من عملية التدريب عملية التدريب بصفة عامة بكل مشتملاتها اللي هو التدريب والتغذية والراحة والجزء النفسي فيها كله بيدور حوالين نقطة مهمة جدا جدا، هي صحة اللاعب. صحة اللاعب كويس، يعني الهدف الرئيسي هو صحة اللاعب او المحافظة على صحة اللاعب. صحة اللاعب بقى من كل الأوجه، من ضمنها الإصابات. في دراسة كانت اتعملت من فترة في الألعاب الأولمبية، صنفت مين الأكثر، يعني كرة القدم كانت الأقل، الهاندبول كانت أكتر شوية، كرة الطايرة كانت أكتر شوية، والجودو في الألعاب الفردية. ففي يعني زي ما بيقولوا ايه، مخطط كده للالعاب اللي بيحصل فيها اصابات كويس. فابتدى دلوقتي في التدريب، مش دلوقتي كمان بقى لهم فتره، وده برده جزء فكرني برده من جزء من منتخب مصر، من الجهاز اللي موجود في منتخب مصر شخص عنده يعني رائع في هذا المجال، دكتور محمد شوقي. دكتور محمد انا اشتغلت معاه شخصيا، شخصيه في رائعه متطوره، عنده يعني انا متاكد مليون في الميه ان ليه دور كبير جدا جدا في حاله منتخب مصر. فدلوقتي بقى في مجموعه من القياسات تقدر تشوف احتمالات الاصابه فين اكتر وهكذا، وفي بناء على القياسات دهيت انت بتحط برامج خاصه لكل لاعب عشان يقدر يعمل يبعد عن الاصابه، بحيث ان الاصابه تبقى اقل حاجه ممكنه، او ريسك التعرض للاصابه يبقى اقل حاجه ممكنه. ودي حاجات بقت ناس كتير جدا شغاله بيها، وعلى ما اظن ان منتخب مصر واحد من المنتخبات اللي بتشتغل بالنظام ده، هو انه بيعمل قياسات وبيشوف القياسات ده، هي اساسا بتشتغل على مجموعه من الحاجات، منها مثلا الموبيليتي او المرونه بتاعه المفاصل بشكل عام، الاستابيليتي والكوردينيشن بتاع الجسم كله، اللي هو بيبقى سبب في اكتر من 90 او 95% من الاصابات. وعندنا امثله كتير لو نقدر نتحدث عن امثله، ودي بتعمل مشكله كبيره جدا، اولا بتعمل مشكله للرياضي، بتعمل مشكله للرياضي نفسيه، بتاثر على مستوى الرياضي، وليها تاثير كمان اقتصادي، لان اللاعب ده فلوس، واليوم اللي بيتعطله انت بتكلف بتدفع فلوس، بتدفع فلوس. بدفع فلوس. فالجزء الخاص
الحماية من الإصابات أو التأهيل للحماية من الإصابات، مش التأهيل بعد الإصابة. لا أنا بتكلم الـ 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 التدريبات أو القياسات والتدريبات، مجموعة التدريبات التخصصية اللي تخلي اللاعب تبقى عارف أن اللاعب ده عنده احتمال إصابة في الكتف اليمين أكثر من الكتف الشمال، فيبتدي يشتغل على الكتف وهكذا. كابتن عاصم، بيجيب وقت منين لكل ده؟ ما شاء الله قاعد قدام خبير كبير جوه المجال الرياضي، بيجيب وقت منين بتطلع على كل ده بصراحة؟ احنا حياتنا كلها رياضه. انا سبت الهندسه من اكثر من 15 سنه، فحياتنا لا بس انت مهندس كمان، كنت اشتغلت في النادي الاهلي مهندس. انا اشتغلت كنت صح؟ مهندس النادي الاهلي يعني طول عمرك في النادي الاهلي. الحمد لله، ده حاجه جميله جدا جدا. اكيد في كل حياه شخص في صور، احنا اخترنا صور اعتقد جايز تكون الصور دي متناسبه مع كابتن عاصم، غير متناسبه مش عارفين، لكن خلينا نشوف ثلاث صور اخترناهم لكابتن عاصم هيقول عليهم ايه. في ثلاث صور، ادي اول صوره طلعت باول تيدمان، كابتن باول تيدمان الالماني، مدير فني الماني. نقطه التحول في حياتي انا شخصيا على مستوى كره اليد وعلى المستوى الشخصي كان شخص رائع. لا رحمه الله عليه، رحمه الله عليه كان شخص رائع على المستوى، على مستوى كانسان. كانسان طبعا اتعلمت منه كتير يا كابتن عاصم، اتعلمت منه حاجات كتير قوي قوي قوي. انا يعني تلميذه، تلميذه واخوه الصغير على مدار 3.5 سنين كنت ملازم ليه تقريبا بشكل يومي. اكتسبت منه يعني خدت منه يعني شخص رائع على كل المستويات، شخص رائع على كل المستويات. هنروح للصوره الثانيه، والصورة التانية دي برضو في تاريخ كابتن عاصم السعداني، الحلقة الأقوى دكتور حسن مصطفى في الرياضة المصرية، الحلقة الأقوى في كرة اليد في مصر. على إيده اتطورت لعبة كرة اليد في مصر بشكل عايشين أو مستمر حتى الآن. طور كرة اليد في العالم، في العالم، في العالم بالتأكيد. كرة اليد لما الدكتور حسن دخل الاتحاد الدولي كانت شيء، والنهارده كره اليد شيء اخر على مستويات كتير جدا. يعني نقدر نتكلم فيها وقت كتير، فهو الحلقه الاقوى في كره اليد وفي الرياضه في مصر. دكتور حسن مصطفى بيمثل ايه للكابتن عاصم السعداني؟ هو اللي اداني فرصه في، او هو اللي يعني نقدر نقول هو اللي امن بامكانياتي. اكتشف بالتاكيد 100% بدليل ان هو اداني منتخب مصر الاول كمدير فني وانا عندي 34 سنه. قال لك يوميها؟ لا حاجات كتير. قال لي لو ما نجحتش هذبحك. اخر صوره معانا اخر صوره على الهوا، كابتن جمال شمس رحمه الله عليه، رحمه الله اعظم المدربين اللي شافتهم افريقيا وشافهم العالم العربي، زميل عمر، زميل عمرك. وكان الصوره دي تفكرك بايه بقى؟ دي صوره انا كنت مساعد لجمال ساعتها. لا ده اصل الصوره دي كمان انا فيها. طبعا طلعها لي، واخد بالك يعني بيظبطوا لي على الهواء. دي بطوله افريقيا مواليد 70، دي البدايه. دي بدايه، دي من البدايات المهمه، البدايات المهمه جدا جدا. كنت انا وقتها بشتغل مع كابتن جمال رحمه الله عليه مساعد، وبشتغل في نفس الوقت مساعد لتيدمان، كنت اشتغل مع الفريقين، مع فريقين. والحقيقه مرضه كابتن جمال وفاته كان ليهم تاثير كبير جدا عليا، اثرت عليك. بالتاكيد، ويمكن من الاسباب الرئيسيه ان انا بطلت تدريب. بطلت تدريب؟ بطلت بنش يعني، بطلت بنش. وفات كابتن جمال شمس. بالتاكيد. كابتن عاصم السعداني انا سعيد جدا بالقعده معاك، والاسئله كتيره وما خلصتش، هتوعدني بحلقه ثانيه؟ انا تحت امرك. ايوه. طيب كلمه لكره اليد المصريه، للتاريخ زي ما بيقولوا، كلمه كده من كابتن عاصم عليه لتاريخ كره اليد المصريه. احنا سعادتنا لا توصف بما في كره اليد في مصر النهارده، لان انا عندي الاحساس بتاع المكسب ده. انا كسبنا، انا يعني كنت طرف 91 طبعا. وكنت المدير الفني 92، فعارف يعني ايه مكسب، مكسب، وعارف يعني ايه مكسب خارجي، تاهل مكسب خارج البلد، عارف يعني ايه تاهل لدوره العاب اولمبيه، عارف يعني ايه الارتفاع بالطموح. فبنبارك لكل عناصر اللعبه، بدايه من مدربين الانديه الصغيرين اللي بيمرنوا الاولاد الصغيرين، مرورا بالمدربين للانديه كلها، لاعبتنا لاعب بدون اسماء، اتحادنا واتحاد اللعبه اللي يعني بنرفع له القبعه
على انجازاته في الـ في في الـ في الفترة الأخيرة. بطل عالم، ثامن عالم رجال، بطل عالم ناشئين، ثالث عالم شباب، بطل أفريقيا عن جدارة وبفارق كبير عن أفريقيا. يعني إحنا الفارق كبير جدا عن أفريقيا، ورؤية مستقبلية رائعة إن كلنا شايفينها. كلنا، أنا دلوقتي شايف منتخب مصر في الأولمبياد، شايف منتخب مصر في كأس العالم 2021، وشايف منتخبات مصر في المستقبل العشر سنين الجايين. سيبدأ عصر مصر تاني زي ما كان قبل كده. كتبنا، كتب في الأهرام الرياضي في عام 91 وبدأ عصر مصر في كرة اليد. النهاردة بيبدأ يستمر عصر مصر في كرة اليد. كابتن عاصم نورتني وشرفتني، وسعيد جدا تكون معايا، وبإذن الله تكون معانا في حلقات تانية. وصدقني دي حلقة أنا هحتفظ بيها كده في المكتبة عندي، لأن فعلا حضرتك لك فضل عليا شخصيا في كل أحداث حياتي. الفضل لله سبحانه وتعالى، وأنا سعيد أن أنا موجود في القناة، وسعيد أن أنا موجود معاك. أنت لنا يعني عشرة كبيرة جدا أكيد. جدا، وانت يعني من الحراس الحمد لله. يعني اتذكر الجون بتاعك في ماتش كوبا بتاع سابع العالم، وده اللي اهلنا للاولمبياد لو تفتكر. 2000 فيعني انت جزء من تاريخ اللعبه برضه. ربنا يكرمك يا كابتن عاصم، ميرسي جدا جدا. بشكر كل جمهور النادي الاهلي اللي كانوا معانا ومشاهدينا ومتابعينا النهارده. اكيد حلقه كابتن عاصم السعدي حلقه مختلفه، اتكلمنا فيها عن تاريخ كره اليد والعناصر الجديده في كره اليد. واكيد في اخر حلقه لازم اقول ألف مليون مبروك لمنتخب مصر، وألف مليون مبروك لأسرة كرة اليد المصرية، وألف مبروك للاتحاد المصري برئاسة المهندس هشام ناصر، اللي لعبتنا شرفونا وفرحونا جوه أرض تونس، وقدروا يكسبوا بطولة أفريقيا والتأهل إلى طوكيو. إلى اللقاء، وأشوفكم في الحلقة الجاية.